بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. محاضرتنا اليوم بعنوان Insertion of Complete Denture. طبعا الانسيرشن يتقسم الى جزئين في مرحلة الانسيرشن appointment، مرحلة الاكسترا اورال اكزامينيشن ومرحلة الانترا اورال اكزامينيشن. يعني انا الدنشر يجيني من اللابورك، مو رأسا اخليه inside the patient mouth واجي اشيكه، لازم بالبداية اكسترا اورالي اكزامينيشن بعدين انترا اورالي. بالاكسترا اورالي طبعا راح تفحص هواية شغلات، من ضمنها الامبريشن سيرفيس، دنشر بوردر، البولش سيرفيس. الدنشر طبعا يجيك من اللاب وورك، اكيد لازم هاي فد ملاحظة لكم انه لازم اقل شيء 72 ساعة يخلوه بالمي حتى شكو فري مونيمر يروح، لأنه هذا المونيمر في حالة أنه after flasking و immediate insertion راح يسوي لي irritation للميكوزا. هاي أول شيء. ثاني شيء الدنشر اللي يجيني طبعا أفحص البوردر، أفحص الإمبريشن سيرفيس، bubbles، roughness، أي شيء تحسه أنه يعني your finger inside the denture surface تفحصه، خاف اكو فد شي انه تحس بيه شارب، تروح تسوي له سمودنس بالانجن. هاي كخطوة مبدئية مثل هاي الصورة، removal of sharp edge and roughness as they will traumatize the mucosa. فاحنا حتى لا يعني نقلل ال post insertion problem، فمن البداية نفحص هاي الاجزاء حتى خصوصا ال impression surface، وراها ناخذها بالانجن نسويها راونديشن. خلصنا الاكسترا اورال اكزامينيشن، ندخله انسايد ذا بيشنت ماوث. طبعا من داخله قطعه قطعه، يعني مو تجيني بصف خامس بالانسيرشن تدخل لي قطعتين وهاي هي، يعني لا ما يصير. اول شيء ندخل الابر كومبليت دنتشر، نفحص البوردر الاكستنشن مال البوردر، نشوفها واصله للفول ديبث اوف فيستيبيول، نشوف منطقه الفرينم طبعا كلش مهمه، انه شوف الفرينم مالتي قاعده بمكانها، ماكو اني اوفر اكستنشن. نشوف هنا نشيك اللينث اوف ذا دينشر البوردر كلها، وراها اذا اكو اني بروبلم تحس انه اكو فت اوفر اكستندد، لانه مثل ما تعرف الفرينم صحيح هي صغيره بس هاي تاثر كلش، اذا في حاله الاوفر اكستنشن هتسبب لي فد نوع من البريشر وتوقع لي الدنشر، وبالتالي انت عبالك الدنشر مالتك ما بي ريتنشن، بس هو يعني فد رموفال بسيط منطقة الفرينم يأثر لي الريزلت كلها. اشيك البكال فرينم ايضا، البوردر اشيك، ورا ما خلصت البوردر اشيك الاستابلتي. مثل ما تعرفون احنا من شيكنا استابلتي بالتراين شون عن طريق applying lateral forces bilaterally منه ومنه حتى تشيك إذا stable أو لا. تشيك retention أيضا، نحاول إنه نسوي breaking للأسيل، نشوفها إذا أكو resistance معنى denture مالتي good retentive. وراها نخلص الأبر نشيله نخليه على صفحة، ندخل اللور. اللور أيضا تشيك البوردر، شيك منطقة الفرينا، وقبلها أكيد إكسترا أورالي إحنا مشيكي إذا أكو بابلز أو شاربنس، وراها إذا أكو أي أوفر إكستندد أريا راح نشيلها بالإنجن. وإنت يعني إحنا أكيد الأوفر إكستندد حتأثر لي كله على الستابلتي والريتنشن، ففي شي كلش مهم. هنا دي شيك الريتنشن والستابلتي بنفس الطريقة، انه تحاول انه تدفع لاترالي وفي حالة الاستابلتي، وفي حالة الريتنشن تحاول رموف against path of insertion اذا حسيت اكو resistance بمعنى اكو بمعنى retention مضبوط. خلصنا هاي المرحلة اللي هي ال border وال extension وال retention and stability، وراها ايضا ما اخلي الدنشر اثنيناتهم، وراها اكو مرحلة نستخدم بيها ال PIP. PIP شنو؟ Pressure Indicating Paste، هي عبارة عن عصارة
موجودة احتمال بالمستلزمات لقوها أو لا، وإذا ما يعني ما لقيتها عندك العصارة مع الزنك أوكسيد يجينول البيضة ممكن تستخدمها. بهاي المرحلة لازم عندك أنت فرشة، فرشة حتى تخلي على الانسايد تيشو سيرفيس اوف ذا دنتشر. لازم نستخدم اكيد القطعة قطعة، نستخدم الابر بالبداية نشيكه اذا اكو اني بريشر اريا موجودة يسلطها الدنتشر على التيشو سيرفيس، راح نقدر نستكشفها عن طريق هاي البيست. شوف هنا عندك هاي الفرشة وشون طريقة انه تطلي منطقة الدنتشر، هاي كلش مهمة ولازم تسويها بالكلينيك. فراح تخلي thin layer inside the tissue surface of the denture. طبعا هاي الصورة تبين لك كمية المادة اللي راح تخليها، الناس قليلة كلش insufficient، واكو كلش excessive، والجهة الأخرى اللي هي correct amount. فهذه وشكل ستريك، طبعا كلها البوردر تخليها بشكل ستريك حتى تضمن انه من تخلي inside the patient mouth تتبين انك المنطقة اللي هي البرشر. زين راح نشوف شلون. هاي هنا الصورة الاولى اللي خليت الماتيريال. الصورة الثانية شوف اكو مناطق دائرية، مناطق المادة مالتنا ما موجودة. هاي انه تبين لي هاي مناطق بريشر اريا ف should be removed by engine. هاي في حالة انه خليناها وما استكشفنا هاي المنطقة راح تسبب لي ulceration و pressure area inside the patient mouth، وبالتالي يعني البيشنت هو يعني بلا شيء احنا نسويها ويجينا post insertion problem عنده ويحتاج adjustment. فهاي خطوة كلش مهمة. هنا الاريا شوف هنا تبين لك الاريا كلش واضحة ودا يريد ياخذها بالانجن. طبعا يفضل انه الماتيريال موجودة وتشيل بالانجن حتى ما تروح عليك، يعني اذا شلت الماتيريال انت احتمال منطقة تروح عليك ما تعرف يا هي. هاي خلصنا الابر. اللور ايضا نجي نستخدم البريشر انديكيتنج بيست بشكل ستريك خطوط وكل انر سيرفيس نغطيه، وراها ندخلها inside the patient mouth with light pressure. ملاحظات وراها removal denture وتستكشف مناطق البريشر. احيانا ما تطلع عندك منطقة بريشر area فتشيل الماتيريال وتنظف الدنتشر، وراها يكون الدنتشر مهيئ للخطوة التالية. الخطوة التالية ورا ما خلصنا استخدام البريشر indicating paste حتى نشوف شكو بريشر area، الخطوة الوراها اللي هي correction of the occlusal disharmony. عندي اكو فايد مصطلح يسموه occlusal adjustment او selective grinding، هاي الطلاب لازم تحفظوها المصطلحات. حتى شنو هذه الخطوة؟ حتى اذا عندك هاي سبوت بالدنتشر ممكن انه تستكشفها. طبعا تعرفون انه خلال الفلاسكينج احتمال يتحرك سن، احتمال يعني عندي هواية أسباب ممكن إنه أكو يصير عندي occlusal disharmony، واحتمال هاي الخطوة هي مهمة جدا بس من تجي تنفذها ما يطلع لك أني هاي سبوت فشغلك أنت مضبوط. فراح نستخدم حتى for selective grinding نستخدم أما articulating paper تعرفوها inside the patient mouth ندخلها bilaterally ونخلي البيشنت اكلوجن اتسنتريك ان اكسنتريك. طبعا هاي الارتكليتنج بيبر في حالة عندي هاي سبوت راح يتلون السن، منطقة من السن راح تتلون كلش دائرية تصير و سنترد ان بوينتد، بالتالي اني هذا الكلر لازم اشيله بالانجن. الهاي الانجن تنشيل المنطقة. اكو مناطق تطلع لك الطلاب تطلع لكم مناطق هيك يعني اللون كلش مطشر، واكو مناطق كلش دائرية ومركزة، فاني اللي هي المركزة اللي راح اشيلها. طبعا احافظ على الاناتومي اوف تيت، احافظ انه مثلا عندي هو طالعت لي منطقة فانكشنال كاس، احاول شنو الاوبوزينج مالتها باللور اشيل من الفوسة
أفضل أكثر مما أشيل من الكسب، لأن هذا يفيدنا بالماستيكيشن. عندي ال selective grinding، ممكن أسوي extra orally و intra orally، هاي ما أخذيها بصف ثاني، ممن يعني نرجع نعيدلكم إياها. في ال extra orally أتكون على ال articulator، أرجع أسوي له mounting مثل ما هاي الصورة مبينة، داخل ال articulator paper articulating paper، ونسوي selective grinding. بس هاي في حالات اللي هي ال articulator semi adjustable and full adjustable، يسوي لي movement eccentric eccentric، وبالتالي هاي movement هي نفسها مال patient inside the patient mouth. فهذه احنا ما عندنا، فاحنا راح نلجأ فقط الى ال intra oral selective grinding. طبعا اكيد هم تطلع المناطق ملونة وهم يشيلوها. هاي طالعت لك هنا زين. عندي اضافة الى الارتكوليتنج بيبر، عندي الواكس، اكو نوعية من الواكس يسموه الالو واكس، جرين واكس، يستخدموه يسووا له سوفتنينج ويدخلوه انسايد ذا بيشنت ماوث او اكسترا اورالي، ويخلي البيشنت يعني يطبق بالسنتريك اكلوجن. فمناطق الواكس اللي يصير بها بيرفوريشن هي مناطق الهايسب. هذا الالو واكس طلاب جرين، يكون اللون مالته والكونسستنسي يعطيك فد جود انديكيشن، مو مثل الشيت واكس اللي عندنا هذا، يعني نقدر نستخدمه بس ما مو كلش مضبوط. هذه inside the patient mouth يسوي له softening bilaterally ويطبق. فاحتمال طلعت لك فهي عندك هاي سبوت يشيلها، ما طلعت لك كان بي. عندك هاي الصورة اللي هي البيشنت لازم الدنشر، هاي هم مهمة انه تعرف البيشنت old age، فاذا في حالة انه الكلينينج يريد هذه يلزمه بالطريق بالصورة الثانية. الصورة الاولى تؤدي الى الفراكشر زين خلال الكلينينج، فهاي هم مهمة. البراشينج لازم يكون بسوفت براش، يستخدم اي محلول صابون، ممكن يستخدم صابون يكون كلش كافي او توث بيست، ينظفه افتر ايتش ميل، يكون يخليه طبعا بمي واي ديسانفكتنت ماتيريال، يسوي براشينج ايضا للسوفت تيشو كلش مهم، انه حتى فور بلاد سيركيليشن ويقلل الانفلاميشن للاريا. يمتنع عن استخدام المي الحار جدا، لانه حيصير عندي بوروسيتي وفراكشر بالدنشر. ويستخدم ايضا القاصر ممنوع كلش، لانه حيصير ديسكلاريشن للدنشر ويتحول من اللون الوردي الى الوان تكون كلش اقلي. فهاي شغلات ممكن انه يعني تنطي استراكشن للبيشنت. هاي طبعا هاي صورة انه البيشنت بخليه بهوت ووتر above 70 سنتيغريد during cleaning، هذا ادى الى انه يصير عندي التنشر بهاي الصورة زين. فأكيد الدنشر يعني لابس البيشنت يحتاج انه البيشنت يراجعك for adjustment، فيحتاج مرة او مرتين، هذا يكون كلش نورمال وتفهمه للبيشنت هذا الفقرة انه after insertion ورا 24 ساعة وراها ورا اسبوع ممكن انه يقدر يجيك اذا عنده منطقة توجعه او pressure area، ممكن انه problem تقدر تعالج لي اياها. شكرا.